بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور نعيم أبو نبعة، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد. حصلت على تخصص أمراض الجهاز الهضمي والكبد من مدينة برشلونة الإسبانية عام 1981، وحاليا أعمل في القطاع الخاص في عمان المملكة الأردنية الهاشمية. بلا شك تخصصي هو أمراض الجهاز الهضمي والكبد، يعني أمراض معدة، أمراض مريء معدة أو 12، أو أمراض الأمعاء الدقيقة، أو أمراض القولون، أو أمراض الكبد وأمراض البنكرياس. كل هاي داخل في تخصص أمراض الجهاز الهضمي والكبد. طبعا ألام البطن قد تكون لها علاقة طبعا بلا شك مع القناة الهضمية، ولكن قد يكون لها أسباب أخرى غير هضمية، فيجب إجراء الفحوصات اللازمة عشان نعرف إذا مريض عنده ألام في البطن، نعرف هل هي سببها هضمية أم سببها يعني أعضاء أخرى داخل الجسم قد تكون سبب وقد تعطي نفس الأعراض. لهذا السبب مطلوب منا أن نساوي فحوصات بين مثلا تحليل دم، أشعة تلفزيونية البطن، أو تنظير للمعدة، أو تنظير للقولون، أو كل هذه الفحوصات مع بعض.